بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصحاب السمو والمعالي معالي الدكتور نايف الله مبارك الأشفر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حضرات الأخوة اليمنيين المشاركين، حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم باسمي وباسم منظمة التعاون الإسلامي بالشكر إلى معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرفي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعوته لنا لحضور افتتاح المشاورات اليمنية، وهو حدث يكتسي أهمية بالغة تعلق عليه المنظمة التعاون الإسلامي آمالا عريضة. إن المنظمة التعاون الإسلامي تسمن هذه المبادرة التي تترجم حرص مجلس التعاون الدول الخليجية الذي بذل منذ بداية الأزمة اليمنية جهودا حثيثة ومساعي مقدرة لمواصلة الإسهام في حل هذه الأزمة. إننا نثمن استجابة الأخوة اليمنيين لهذه المبادرة، وإن حضورهم اليوم لتعزيز آمالنا في خيار الحوار الذي يمثل الخيار الأوهد للتوصل إلى التسوية المنشودة. إنني أشير أيضا بقرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني للإنجاح للمشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان، بناء على دعوة معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لقد تابعت منظمة التعاون الإسلامي بإشغال عميق تطورات الأزمة اليمنية، والتزمت بدعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، ودعت إلى رفع المعاناة الإنسانية عن شعبه، ودعت دائما إلى حل سياسي للنزاع على أساس المرجعيات الثلاثة المتمثلة في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجاتها مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرارات تشريعية دولية، وبالأخص قرارات مجلس الأمن الدولي 2015 و2016، وشجعت جهود الأمم المتحدة وكل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة كلها. وفي هذا السياق أجدد التعبير عن تقديرنا للمملكة العربية السعودية دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي ورئيس القمة الإسلامية على جهودها الحثيثة ومبادراتها القيمة للإسهام في الإسراع بالتوصل إلى حل سلمي ودائم للأزمة اليمنية، وعلى كافة إشكال الدعم والمساعدات الإنسانية والاقتصادية التي قدمتها للتحقيق من معاناة الشعب اليمني، وخاصة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. كما أثمن مجددا المساعدات التي قدمتها دول منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات المنظمة والشركاء الدوليين لليمن. أصحاب السمو المعالي، حضرات السادة والسيدات، في الوقت الذي
يبذل فيه مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهوده من أجل خلق منصة حوار بناء بين الأشقاء اليمنيين، تتواصل الاتداعات على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية بالطائرات المسيرة في انتهاك صارخ للقوانين والمؤسسات الدولية. وإن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستنكر هذه الاعتداءات التي تعرضت للبلدين وكل منطقة إلى خطر وتهدد فرص السلام، تجدد التأكيد على تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. لا يزال الوضع في اليمن مصدر قلق عميق لمنظمة التعاون.